تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأيام العشر المباركات، قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. أكثر أهل العلم على أن المراد بها العشر من ذي الحجة، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد اقتضت حكمته تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يكون لهذه الأيام فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله جعل الليل والنهار مطيتين للأعمال، ولا بد للعبد من ملاقاة الله واستصحاب هذا كله فيما يأتيه العبد أو يذره مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى، ومما يجعله على فقه وعلم في سيره في طريقه إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. يوم عرفة هو تاسع ذي الحجة، يوم عرفة هو تاسع ذي الحجة، وعرفة مكان جليل لكنه غير حرم، لكنه غير حرم. تعبد الله جل وعلا الحجاج بأن يقفوا فيه في اليوم التاسع قبل أن يفيضوا منه إلى مزدلفة، ثم يأتون منا يوم النحر. فلما نقول يوم عرفة، هذا من إضافة الشيء إلى مكانه، من إضافة الشيء إلى مكانه، لأن عرفة اسم مكان. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال عليه السلام: الحج عرفة. وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأنها أعظمش من أعظم ما يمكن أن يأتي من الحجاج، ولأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذا كل ما يتعلق بالحاج. أما غير الحجاج فإن السنة مضت أن صيام هذا اليوم من أعظم القربات. وأصلا الأيام العشر قلنا إنها مطية للعمل الصالح، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن، عبارة لفظ مفردة العمل الصالح، هذه واسعة ليست مقتصرة على شيء. قطعا في أولها المحافظة على الفرائض، قطعا في أولها المحافظة على الفرائض وإتيان الجمع والجماعات للرجال، صلة الأرحام، الصدقة، العمرة، كل ذلك مما يدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام العمل الصالح. لكن من الأعمال الصالحة التي تأكدت ونص عليها صيام هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنني لأحتسب إلى الله عند الله أن يكفر به سنتين، أن يكفر به سنتين. وهذا ترغيب عظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربنا جل وعلا أن الإنسان يصومه. والصوم أصلا هو عبادة جليلة، وقد جاء في الشرع على ضربين: ضرب فرض كتب عليكم الصيام، وضرب نفل. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، بدأ به الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. فبدأ بالصيام. فالصيام أصلا يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتسن أيام معلومة كالإكثار في شهر الله المحرم كصيام يوم عاشوراء، لكن يتأكد صيام يوم عرفة لما فيه من عظيم الأجر، ولأن هذا يوم هو مظنة إجابة الدعاء. فكأن غير الحاج يتشبه بالحاج في الانكسار، لأن الحاج انكساره ظاهر في ردائه، في إحرامه، في أنه يضحى للشمس، في أنه يدعو ربه في ذلك اليوم. فغير الحاج الصوم يقلل الدم في العروق والماء في العروق، وهذا يضعف البدن، وهذا حال من الانكسار الظاهر. فإذا صاحبه انكسار حقيقي، وهو انكسار القلب، انكسار الباطن والزلفة إلى الله جل وعلا، عندما يكون الإنسان صائما ويزدرف إلى الله جل وعلا أنه يعلم فضل الله الواسع، فليس فضل الله محصورا على من وقف في ذلك الموقف العظيم، وهنيئا له، لكنه كذلك عام لكل من أراده. فالله يعبد في كل زمان وكل مكان. ما هي فضيلة من صام يوم عرفة؟ من صام يوم عرفة له أجر عظيم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، يعني بشرط اجتناب الكبائر كما بينه الأحاديث الأخرى. نعم.